في ساحة الشفا لازلنا نتواصل أيها الأخوة مشاهدين الأعزاء متابعينا الكرام من هذا الميدان ومع انطلاقات الإذاعة في هذا الصباح والشوط الرابع عشر خاص بالإبكار المهجنات الأصايل الإذاعة والمسافة 5 كيلومترات. نتمنى يا الله التوفيق والسلامة للجميع بإذن الله. هناك على مقدمة الشوط على المركز الأول المايدية للسيد عبد العزيز بن سيف بن علي بكليب الجتبي ماخذ المركز الأول، تليها مباشرة المركز الثاني. هناك عزايم لسيد سعيد بن سهيل بن دليوي الجتبي، بينما المركز الثالث بنشوف المركز الثالث اللي قادمه اللي هي بنادق لسيد عبيد بن صغير بن جرادة ماخذ المركز الرابع والمركز الثالث والمركز الرابع. المركز الرابع اللي هي الفاتنة لسيد الحميدي بن عبد الله بن حميد الشامسي ماخذ المركز الرابع. المركز الخامس، خامس المراكز إثارة لسيد محمد بن علي الرايحي العليلي، والمركز هناك السادس. بنشوف المركز السادس هناك منصورة لسيد راشد بن مطر بالضبيعة الاجتبي. هناك على المركز هناك السادس بنشوف المركز السادس اللي هي سلسبيل لسيد علي والهلال بن محمد بن طراف المنصوري. هناك المركز السابع، هناك بلشة خلت المركز السابع لسيد سلطان بن علي بن هناوي الاجتبي. هناك المركز الثامن اللي هي مصيحة للسيد محمد بن حماد للعرادي البلوي ماخذ المركز التاسع والمركز العاشر. عاشر المراكز منصورة راشد بن سعيد بن حميد بن خليفة الاجتبي. هذه النتيجة مشاهدين الكرام، نتيجتنا العشرة المراكز الأولى في هذا الشوط. ندانا الأول مشاهدين الكرام، هناك المايدية ماخذ المركز الأول للسيد عبد العزيز بن سيف بن علي بكليب ماخذ المركز الأول. لكن المركز الثاني هناك عزايم سعيد بن سهيل بن دليوي الأجنبي ماخذ المركز الثاني والمركز الثالث. المركز الثالث اللي واصله هني سلسبيل هلال بن محمد بن طراف المنصوري ماخذ المركز الثالث والمركز الرابع. هناك الفاتنة للسيد حميدي بن عبد الله بن حميد الشامسي ماخذ المركز الثالث المركز الرابع. المركز الرابع مشاهدي المركز الخامس عفوا المركز الخامس الفاتنة ولا بنادق للسيد عبيد بن الصغير بن يرادة الاجتبي ماخذ المركز الخامس والمركز السادس. بنشوف هناك إثارة اخذت المركز السادس للسيد محمد بن علي بن سعيد الرايحي العليلي ماخذ المركز السادس. المركز السابع، سابع المراكز مصيحة لعبد العزيز بن سيف بن علي بكليف الجتبي ماخذ المركز السابع. المركز الثامن، ثامن المراكز مشاهدين الكرام اللي هي بلشة لسيد سلطان بن علي بل هناوي الجتبي ماخذ المركز الثامن والمركز التاسع. تاسع المراكز اللي هي منصورة راشد بن مطر بالضبيعة الجتبي والمركز العاشر. عاشر المراكز اللي قادمة اللي هي فزعة فهد بن فهيد بن طحنون الهاجري. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الأعزاء. وين هناك الثنتين، هناك عزايم والمايدية. المايدية للسيد لعبد العزيز بن سيف بن علي بكليب وعزايم للسيد سعيد بن سهيل بن دليوي. هني على المركز الأول، المركز الأول والثاني. هناك بنشوف المركز، وين عندنا المركز الثالث؟ وين المركز الثالث حتى المركز الرابع؟ بعيد عنا سايري وبنا شوي، خلونا نعد حلال الناس. هني المركز الثالث اللي قادمه سلسبيل هلال بن محمد بن طراف
المنصوري ماخذ المركز الثالث والدور دور المركز الرابع. هني بنادق خذت المركز الرابع للسيد عبيد بن صغير بن يراده اخذ المركز الرابع. المركز الخامس هناك مصيحه عبد العزيز بن سيب العليبي كليب الجتبي المركز السادس بلجي المركز السادس للسيد سلطان بن علي بن هناوي الجتبي. خلاص خلاص ودنا يا سائقنا ودنا ودنا على المركز الاول والثاني. هناك المايديه وعزايم المايديه تعود ملكيتها للسيد عبد العزيز بن سيب بن علي بن كليب وهناك العزايم للسيد سعيد بن سهيل بن دليوي الجتبي. يا سلام يا ابو راشد خلك هني هني عبد العزيز هناك عندك هناك خلوكم مع المراكز الاولى. المركز الثالث وين المركز الثالث؟ بعيد عنا. عزايم 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 اللي ماخذ المركز الاول مشاهدين الاعزاء عزايم خذت المركز الاول لسعيد بن سهيل بن دليوي الجتبي. يلا يا ابو راشد خلك يا ابو راشد عند عزايم. هناك عصاها في البطان العصا مغروزه في البطان ما يتا يا اوامر تذكر من مالكها السيد سعيد بن سهيل بن دليوي الجتبي. يلا يا ابو راشد المركز الثاني هذه اللي قادمه ديروا بالكم هناك لسلطان بن علي بن هلاوي اللي هي اذهان 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 مشاهدين الكرام سيد محمد بن عبيد بضبيعه ماخذ المركز الثاني والطالع بالطالع تشوف عزايم ماخذ المركز الاول. يلا بنشوف المراكز الاولى هناك على المركز الاول على مقدمه الشوط عزايم. عزايم عزمه كعوايدها يا جماعه كعوايدها بالمركز الاول ما شاء الله عليها ما شاء الله ما شاء الله ماخذ المركز الاول. سلام من الهباب يا للهباب سلام من الهباب يا للهباب. محمد السلام على ظهر عزايم وين ما يسكن السيد وين يسكن السيد سعيد بن سهيل بن دليوي. تهانينا لراشد بن سعيد بن سهيل بن دليوي تهانينا والناموس على فوز عزايم بالمركز الاول. المركز الثاني بنادق عبيد بن الصغير من يراد المركز الثالث بن معدن والمركز الرابع بن حلوه. هذه النتيجة مشاهدينا الكرام التوقيت الزمني العزايم سبع دقائق 47 ثانية. تهانينا والناموس للسيد سعيد بن سهيل بن دليوي على فوز عزايم بالمركز الأول وتهانينا للشاب الصغير السيد راشد بن سعيد بن سهيل بن دليوي على فوز عزايم بالمركز الأول. تهانينا للجميع الفائزين بالمراكز الأولى.